بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي على اليوتيوب. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع حضراتكم فيديو جديد من سلسلة دروس تمارين أساسية في برنامج سوليد وركس. التمرين بتاعنا سهل وبسيط زي ما احنا شايفينه اهوت، ممكن يتعمل بأكتر من فكرة. الفكرة الأولانية إن أنا ممكن آجي على المسقط ده وأعمل الشكل بالميل بتاعه وأعمل له اكسترود، بعد كده آجي أقطع فيه من المسقط اللي في الجنب الحتة دي، وبعد كده آجي أقطع الحتة اللي هنا دي، أو العكس ان انا اجي في الجنب واعمل حرف السي ده، وبعد كده اجي على المسقط اللي هنا واعمل القطع في الحتتين دول، وبعد كده اجي اعمل قطع الحته دي. تعالى كده نعمل كنترول اي كنترول سي ونفتح السوليد نيو بارت، ونعمل كنترول في ونسحبه ونقرب منه اهوت، واجي على ايه، ابدا وليكن بالرايت واعمل سكتش عليه واقرب، ظبط كده الرسمه، واجي اعمل ايه، اجي ارسم هذا خط وادي الميل بتاعي وادي خط تاني وده الميل بتاعي واعمل سكيب، بعد كده اجي على الخط اللي هنا ده واتك على النقطة اللي هنا دي، كنترول مع النقطة اللي هنا دي واقول له ان هما كونسل. طبعا الشكل هتلاقيه باظ منك، اعمل سكيب تعالى كده واسحب كده ورجع تاني كده اهو. ده بسبب ايه؟ انه كان في الجنب، فاقرب كونسيدنت له هيبقى مميل الشكل كده، فانت بتقوم جاي سحب، يا اما من الاول ترسمه عليه على طول. خلاص ظبطناه اهو، تعالى الخطين دول المفروض ايه علاقتهم مع بعض؟ الخطين دول متساويين. بعد كده حط ابعادك بقى، قال لك ايه؟ قال لك ان الحته اللي تحت دي مقدارها 62، يبقى تيجي هنا تقول له مقدارها 62، والارتفاع ده كله كام؟ قال لك 12 زائد 6 زائد 8. ممكن لو انت الارقام صعبة عليك تكتبهم زي ما هما موجودين كده، تقول كده 12 زائد 16 مش 6 زائد 8، تقول له اوكي خلاص عملناه هو. ناقص ايه تاني؟ ناقص بعض الحتة اللي فوق دي، تقول له مقدارها كام؟ قال لك 25. خلاص تمام كده مفيش مشاكل. بعد كده هعمل اكسترود بكام؟ فول ديفايند اهو، يبقى تعمل اكسترود ب 36 اللي هنا تحت دي، خلي الشكل 3D واعمل اكسترود مقدار 36 وقوله صح. خلاص كده عملت الدنيا تمام هنا. تعالى بقى على الفرونت وقول له نورمال تو وقول له سكتش، ونيجي نعمل ايه، نيجي نرسم هذا مستطيل. المستطيل ده ارتفاع الحتة من هنا لهنا مقدارها 8، وارتفاعه الفتحة اللي هنا دي مقداره 16، يبقى دي 16، وعرضه مقداره 16 برضو زيها، يبقى تعمل اسكيب وتقول ان الخط ده كنترول من الكيبورد ما تشيلش ايدك من عليها، تك على الخط ده تقول ان هما ايكوال، وبعد كده على فيتشر وتقول له اكستروك كات وتخلي الشكل 3D اهو، وتقول له ايه بدل بلايند دي تقول له ثرو اول بوس. طب ليه ظهرت ثرو اول بوس هنا؟ مش هتلاقيها دايما في كل الاكسترود كات او الاكسترود، لان انا عامل في النص، فلو رحت الناحيه دي في اكسترود كات ولو رحت الناحيه دي في اكسترود كات، فما دام الشكل في المنتصف في اكسترود كات ممكن يتظهر لي ثرو اول بوس. لو مش ظاهره لك يبقى انت في غلطه عندك، ممكن تيجي دايركشن الاولاني، بدا اعمل كده ثرو اول دايركشن الاولاني فيه والدايركشن الثاني فيه، هي زيها بالظبط ثرو اول بوس. انا طبعا اجي اقول له ثرو اول بوس وخلاص اقول له صح كده عمل لي الفتحه دي. ناقص لي ايه؟ اجي نورمال تو هنا واجي هنا واقول له سكتش، واجي هنا في السكتش واقوم جاي راسم ده مستطيل اهو، بدايته من الخط اللي تحت ونهايته مع الخط اللي فوق، وتيجي كده مع النقطه دي كنترول مع النقطه اللي هنا دي فيرتيكال، وتيجي تقول له مقدار الحته دي قال لك كام؟ قال لك 16 اهي، يبقى مقدار المستطيل ده من هنا لهنا 16. لو جيت لقيته مش الشكل عندك مش فول ديفايند كده، يبقى اتك على الخط ده والخط اللي ورا وتقول ان هما كولينير، او اتك على الخط اللي هنا والخط اللي هنا وتقول ان هما كولينير. بعد كده فيتشر واكسترو كات، هعمل كات مقدار كام؟ مقدار الستة اللي هنا، خلي الشكل 3D وتعالى هنا قول له 6 قول له صح.
كده عملت الشكل الفكري الاولاني كنترول اكس يس واحول الشكل ل 3D. خلاص كده يبقى الفكرة الاولانية اتعملت من غير اي مشاكل. تعالى اما نعمل نيو ونروح للفكرة التانية نيو بارت نقول له كنترول في واسحب الشكل. هاجي اعمل ايه؟ هاجي ارسم حرف السي على الرايت. يبقى اجي على الرايت كده واقول له سكتش واجي منه كده واقوم جاي عامل على خط افقي على خط راسي على خط افقي على راسي على الافقي راسي وافقي لحد هنا وانزل بيه كده. اول حاجه هعملها ان الخط ده كنترول من الكيبورد اتك على الخط ده واقول ان هما كولينير. طبعا الاتنين مش متساويين. بعد كده هاجي هنا واقول له ده مقدار 36 ده 36 وارتفاع دي 12 16 تمام 12 والحتة دي مقدارها 16 ادي 16 والحتة دي مقدارها اللي هي الجزء اللي فوق ده تضغط على كده تقول له ادي 8. ناقص لك ايه؟ ناقص لك عرض الجزء اللي هنا ده. الجزء اللي هنا ده عرضه كام؟ 16. وتيجي هنا وتقول له ايه؟ ادي 16. بعد كده هاجي على فيتشر واقول له اكسترود واستنى لما اخلص واحول لي شكل 3D اهوت. واكسترود مكان بمقدار قال لك دي 62 62 اقول له صح. هتلاحظ بقى حاجة هنا، هتلاحظ ان احنا رسمنا على بلين غلط. فعشان تعدله تعمل ايه؟ تقوم جاي منزل دي كده. وانا المفروض انا رسمت دلوقتي على ايه؟ على الرايت. لا انا المفروض كنت ارسم على الفرونت. اجي على ده واقول له ايه سكتش بلين مش ايه سكتش واجي من هنا افرد دي واختار له الفرونت اهو واقول له صح. عمل ايه؟ رسمه لي بس العكس. يبقى تقوم جاي رايح هنا نورمال تو ورايح عليه وايد سكتش ممكن تتك على البعض ده دلته وتجيب كل الكلام ده تعكسه كده وكذلك تجيب البعد ده دلته وتعكسه كده او كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنترول زد ترجع تاني وتقول له ميرور للشكل ده حوالين مين؟ حوالين ده واشيل العلامة من على ايه؟ من على قبل ولا صح كده نقلهولي. طبعا الشكل زي ما هو ممكن تيجي هنا على فولي ديفايند وتقول له كالكوليت عشان يحط لك ابعادك كلها تقول له صح. خلي الشكل 3D واخرج منه. يبقى احنا بالغلطه البسيطه اللي احنا عملناها دي عرفنا بعض الاوامر الجديده اللي هي تعديل سكتش بلين وميرور ازاي اقلبها. وبعد كده ناقص لي ايه؟ ناقص لي القطر اللي هنا. يبقى تيجي على هنا نورمال 2 تيجي على هنا وتقول له سكتش واصغر دي شويه اهيت هات كده تعالى صغره اسحبها جنبك كده. بعد كده جاي اعمل ايه؟ هقوم جاي راسم ادا لاين واد قفلت دي اهي وكذلك الحته اللي هنا دي اهي اهي عملت المثلثين اهو ده مع ده كولينير وايكوال. بعد كده المسافة دي كام؟ لكن المسافة من هنا لهنا 25. لو انت كده تقريبا خليت الشكل فولي ديفايند ما فيهوش مشاكل. في حاجة صغيرة ممكن تعملها وتوفر عليك سكتش جديد انك ممكن تيجي هنا تقوم جاي راسم مستطيل بتقول له ايه؟ تيجي تقول له ان الاوريجن بتاع الخط ده ودلت كده الايدج كنترول مع الميد بوينت بتاع الخط اللي هنا ده ودلت اللاين اللي هنا ده تقول له ان هما فيرتيكال. وبعد كده تيجي تقول له ايه؟ تيجي تقول له ان عرض الجزء ده 16 بس كده عملنا كل الكلام اللي هنا ده. بعد كده تيجي على فيتشر وتقول له اكسترود قط. طبعا هو هياخد الشكل كله. لا احنا مش عايزين الشكل كله. اجي على سيلكت كونتور من هنا دي وابداهم واحده واحده. اخد الكونتور اللي هو ده واخد الكونتور اللي هو ده خلي الشكل 3D كده واقول له ايه؟ اقول له ثرو اول اقول له صح كده قطعت اللي فوق. اجي بعد كده
على اكستروب كات، هيقول لي اختار السكتش اللي انت عايز تشتغل عليه، اجي هنا وافرد الاكستروب كات ده واجيب السكتش اللي هنا، وهختار مين، اجي هنا سيلكت كونتور ديليت، انا عايز بس الحتة اللي تحت دي، وهقول له مقدار كام، مقدار قال لك دي مقدار 6، يبقى دي 6، تقول له صح. يبقى انت كده وفرت على نفسك سكتش جديد كنت هتعمله. بعد كده تعالى اعمل كنترول اكس دي واعمل يس، خلي الشكل 3D، وعملنا كده الشكل بالفكرة التانية، وعرفنا بعض الاخطاء اللي ممكن تقابلك، وكذلك برضو نفس الوضع بتلاتة فيتشر، والشكل الاولاني كان بتلاتة فيتشر. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. متنسوش هتلاقوا رابط الملف اللي احنا رسمنا منه الرسمة دي على حسابنا على جوجل درايف في وصف الفيديو، وكذلك رابط الملفات اللي احنا رسمناها في سوليد وركس على حسابنا على الجراب كاد. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش نعمل لايك وشير له وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.